السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج ميديا بلاس اللي عم نواكب من خلاله حركة الأحداث على الساحة الافتراضية والبداية مع جولة على مختلف منصات السوشيال ميديا اللي ضجت تأييدا لدولة جنوب أفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لارتكاب إبادة جماعية في غزة مختلف أشكال الدعم والتضامن والفخر والمواكبة لهذا الحدث العالمي احتلت المنصات مع ناشطين من مختلف الجنسيات والدول والخلفيات وبالورود والأعلام استقبل فريق جنوب أفريقيا القانوني في جوهانسبورغ. <applause> لغزة دمهم اتحرك فلسطينيون يبعثون برسائل دم وتضامن مع اليمن والله إنهم سندنا يا راجل مين هم؟ هم اليمن والله سند اللي وقف ورانا على الحق سند له وقفوا جانبنا وجانب أولادنا اللي في الدور يعني دمهم اتحرك نقول لإخواننا في شعب اليمن الحبيب الشعب العظيم قلوبنا واحدة وهدفنا واحد وباذن الله تبارك وتعالى سنلتقي بكم عما قريب في ساحات وباحات المسجد الاقصى المبارك شعب اليمن مشكور جدا جدا على الوقفه العظيمه اللي وقفها مع شعب فلسطين وبالاخص شعب قطاع غزه اليمن ما هان عليه يشوف الشعب بنداس وبتهجر وبتدمر وبتدمر الدور على رؤوس ساكنيه خلود الدحدوح توزع هدايا على اطفال نازحين بغزه كما كان شقيقها حمزه ينوي ان يفعل قبل استشهاده مشاهد تداولها الرواد وتفاعل معها الناشطون بشكل واسع

İşgalci İsrail'in yaptığı soykırımın adeta propagandasını yaptı. Diye İsrail propagandası yazan ve bunu da kameralara göstermekten çekinmeyen Siyonist bu futbolcunun reklamını Antalya Spor resmi hesabından yayınladı. Tepki görünce de geri çektiler. Şimdi biz buradan soruyoruz Antalya Spor bir İsrail takımı mı? Antalya Spor başkanının bu olanlardan haberi var mı? يستمر الدعم لغزة وفلسطين بأشكاله المختلفة من دول ومناطق متنوعة حول العالم لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العضو الصهيوني، وفي كل الفعاليات والأحداث تبقى غزة الحاضر الأول. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين حضور جماهيري كبير وهتافات داعمة للمنتخب الفلسطيني خلال بداية مشواره في بطولة كأس آسيا في قطر. والله جاي ازر المنتخب الفلسطيني الله يكون في عونهم والنصر ان شاء الله من قطر إلى أمريكا حيث أدى ناشطون مشهد تمثيلي أمام منزل أنتوني بلينكن يحاكي معاناة أهالي غزة ضخمة شكلها غريب تظهر في سماء اليابان بعد أيام من الزلزال الذي ضرب البلاد تداولها الناشطون من الجولة على المنصات إلى الحديث عن أثر ودور هذه المنصات في مسار ومصير الحرب على غزة فبعد مئة يوم من العدوان على غزة هل نجح مناصرو فلسطين في إدارة الحرب الإعلامية ضد العدو؟ وإلى أي حد تمكنت وسائل التواصل من التأثير على مسار الأحداث؟ للحديث أكثر عن الموضوع أرحب بضيفتي في الاستديو الإعلامية زهراء جوني أهلا وسهلا فيك زهراء شكرا جنان شكرا على الاستضافة وتحية لك ولكل المشاهدين أهلا وسهلا زهراء يعني حضرتك من المواكبين وبشكل يومي وبكل التفاصيل للحرب اليوم اللي عم بتصير بغزة إن كان على المستوى الإعلامي وإن كان على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي اللي شفنا حضورها قد صار واسع وأساسي بهيد الحرب يعني صار متعارف عليه عنا كلنا أنه في جبهة كمان صحيح. بنفس الزخم اذا بدك عم تدار على الساحه الافتراضيه خبرينا من خلال مواكبتك عن تطور وحضور هذه الوسائل انا مثل ما قلت جينان اليوم الى جانب اذا بدي اقول جبهات المسانده على الارض وعلى الواقع وبالمعنى العسكري في جبهه مسانده ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالعالم الافتراضي لما يحصل في قطاع غزه وللشعب الفلسطيني وللقضيه الفلسطينيه بشكل عام قدرنا نلمس اثرها ونتائجها بشكل كتير كبير ويمكن لاول مره عم نحكي من سنوات وعقود او اكيد مش عقود يعني من لما بلشت مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وتبين نتائجها لاول مره بنحس بهذا التاثير الفعلي والعملي على الارض بدليل عده مؤشرات اهمها هو التغيير على مستوى الراي العام العالمي اليوم مواقع التواصل الاجتماعي قدرت ان تنقل للعالم ما لم تستطع يمكن وسائل الاعلام التقليديه بما مضى من حروب واحداث وتطورات خلال كل السنوات الماضيه ان تنقلها بسبب كلنا بنعرف انه بالنهايه في الولايات المتحده الامريكيه والاعلام الغربي اشتغل بشكل كتير كبير ودفعت اموال طائله لطمس الحقائق وعدم اظهار الواقع كما هو بكتير ساحات وبكثير احداث حصلت فيما مضى اليوم مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتكسر هذه ال... هذه النقطه او هذا الامر بان نقلت الواقع من داخل قطاع غزه كما هو كثير اعلاميين وصحفيين شفناهم من اليوم الاول بعد معركه طوفان الاقصى بلش بلشوا ينشروا فيديوهات بلشوا ينقلوا تصريحات واقع داخل قطاع غزة إلى كل العالم لما يحصل داخل قطاع غزة من إبادة جماعية يقوم بها العدو الإسرائيلي بحق هذا الشعب وقدرت من خلال هذه الفيديوهات ومن خلال هالصور اللي جرى تنقلها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تصل إلى كل العالم أن تغير في الرأي العام العالمي أن تحصد هذا العدد وهذه النسبة من المسيرات الحاشدة التي خرجت بالعالم ككل تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا لما يقوم به العدو الاسرائيلي وهذه نقطه كثير مهمه واساسيه جنان لانه كنا يعني نادرا ويمكن ما سبق وان شهدنا بالعالم الغربي تحديدا ادانه للعدو الاسرائيلي، هذا الشيء يمكن كنا نشوفه بالعالم العربي طبيعي، ولكن بالعالم الغربي ادانه للعدو الاسرائيلي ووقوف الى جانب القضيه الفلسطينيه بعد كل ما دفع من اجل طمس القضيه الفلسطينيه، فهذا بحد ذاته يعني الانجاز اللي وصلنا له انه استغنى الغرب عن الاعلام اعلامهم التقليدي وحل بديل اليوم هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي من خلالهم من خلال هيدي الوسائل طلوا على الحقيقه مثل ما هي، في عنا اكثر من دور عم بيقوم فيه اليوم السوشيال ميديا ان كان نقل الاحداث من جهه بدون قيود، بدون سياسات لمحطات اعلاميه، بدون تلفيق لاحداث مثل ما شفنا على قنوات غربيه، عم عم بيتم نقل الاحداث مثل ما هي من ارض الواقع للغرب بشكل مباشر، وايضا تشكيل الراي العام العالمي، صحيح. في عنا اكثر من دور يعني، من صحيح. بدايه الطوفان لليوم كنا عم نتابع حركه السوشيال ميديا وعم نركز نحن كيف بدنا نشتغل على هذه المنصة نعم. اليوم بدنا نعمل معك زهراء مثل جوله انه شو انشغل؟ او تقييم يعني اللي انشغل قد كان فعال؟ شو صار على ارض الواقع؟ ده في نماذج شفتيها يعني خلينا نقول اول شيء كيف اشتغلت وسائل الاعلام او وسائل التواصل الحديث الاعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي من بدايه معركه طوفان الاقصى حتى اليوم عم نحكي عن اكثر من مئة يوم على بدايه المعركه أول شيء كانت هي منصة لنقل الحدث هيدا أول شغلة كانت عم تنقل للعالم ككل ماذا يحصل داخل قطاع غزة حقيقة الإجرام الإسرائيلي الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم حتى الوضع داخل قطاع غزة على المستوى الإنساني والمعيشي والطبي وما إلى هنالك فأول شيء هي كانت ساحة لنقل الحدث وهذا أمر كتير مهم لأنه كان في تعمي ومحاولة يعني تغطية على الواقع داخل قطاع غزة بالسنوات التي مضت والحروب التي سبقت هون بنقل الحدث زهراء قد كان أنه نحن ننقل الحدث من اشخاص عاديين غير بعض الاعلاميين اللي كانوا عم يشتغلوا والمصورين من الفلسطيني اللي هو تحت القصف قد في عندنا مصداقيه قد في عنا يمكن مصدر المعلومه بيكون مغاير يمكن للاعلام كمان إيه هي ميزه مواقع التواصل الاجتماعي ميزه مواقع التواصل طبعا هي بتحمل سلبيات وايجابيات ولكن اذا بدي احكي على الجانب الايجابي ميزه السوشيال ميديا انه هي تفتح المجال والمنبر لكل العالم حتى يعبروا عن ارائهم وينقلوا الواقع كما هو إن اليوم مش الصحافي فقط أو الإعلامي فقط أو الموظف داخل وسيلة إعلامية معينة فقط هو المعني بنقل الصورة والمشهد من داخل قطاع غزة أو من أي بلد اي مواطن اليوم داخل قطاع غزه اي شخص يعاني اليوم داخل قطاع غزه سمعناه عم يطلع عبر الفيديوهات ويصرح عبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء عم نحكي عن فيسبوك عن انستغرام او اي منصه على مواقع التواصل الاجتماعي طلع يحكي شو عم بيصير داخل قطاع غزه شو اللي عم بيعانيه حتى سمعنا رسائل صمود وهيدي كان لها تاثير مهم جدا على العالم من ابناء قطاع غزه على الرغم من كل ما كان يحصل معهم ولا يزال حتى اليوم من اباده جماعيه مثل ما قلنا من قبل كيان العدو يعني بم... المحل صاروا اللي عم يطلوا على المنصات هن شهود عيان صحيح. على افعال واجرام العدو صحيح. يعني احنا عم ناخد اشخاص بيوصلونا لادانه هيدا العدو بشكل مباشر نحن عم نحكي للغرب من اشخاص بشكل مباشر عم بيكونوا طبعا خلينا نقول انه بالإسراء. يمكن السوشيال ميديا مش كتير مساعد بمعنى انه الفيسبوك على سبيل المثال وشركه متا نحن بنعرف قديش عامله تضييق على مستوى المصطلحات التي يجب ان تستخدم كل ما يرتبط بفلسطين قديش هيدا الموضوع عاملين عليه حظر ولكن مع ذلك قدرت المواقع التواصل الاجتماعي من خلال طبعا اللعب على بعض الكلمات وطريقه النشر وعرض الفيديوهات والصور قدرت انه توصل لك كل العالم ما الذي يحصل داخل قطاع غزه يعني صحفيين الجدد ضروري نشير انه انه قدروا شعب فلسطين وايضا الشعب العربي وكل حدا حر ومناصر لهذه القضيه انه كمان يتطوروا على الساحه الافتراضيه صحيح. ويكونوا حاضرين رغم كل القيود شفنا يعني شباب صغار إذا. يعني اليوم م. على مواقع التواصل الاجتماعي مثل لعبود مثلا اللي هو كان يعني شاب عفو عادي عفو داخل قطاع غزه عايش حياته بشكل طبيعي طبعا طبيعي بين مزدوجين يعني يعني نسبة للظرف ووضع قطاع غزة والحصار الذي يعانيه القطاع منذ سنوات ولكن كان شاب ليس له علاقة يعني ليس موظف داخل وسيلة إعلامية وما شابه ولكن قدر من خلال صفحة لإله على الانستغرام وعلى تيك توك وبعض منصات التواصل الاجتماعي أنه يوصل لأكثر من مليون شخص بالعالم ماذا يحصل داخل قطاع غزة بأسلوب كتير مبسط وجميل ومحبب والناس بتسمعه يعني وتحب أن تتابعه فصحيح برز بداخل قطاع غزة خلينا نقول طرق جديدة الناس صارت تتفاعل بشكل أكبر لأنه لحاجة خلينا نقول الناس داخل قطاع غزة لإيصال صوتهم للعالم لأنه اللي عم يرتكب بحق, بحق أبناء قطاع غزة لم يرتكب سابقا جنان عم نحكي عن نرجع منقول اباده جماعيه عدوان لاكثر من 100 يوم على حتى على مستوى الوضع المعيشي والانساني داخل قطاع غزه عائلات باكملها نحن بنعرف من بدايه الحرب في عائلات باكملها آم يعني آم لم تعد موجوده محيت من السجل العائلي في قطاع غزه نتيجه انه قتلت كل بطائرات الاحتلال وبالغارات استشهد كل افرادها وبالتالي نحن امام واقع ليس عادي يجب ان ينقل الى كل عالم وهذا ما فعله ابناء قطاع غزه وساعدهم بذلك الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر الفيديوهات وستعمل. مشددا والحديث عن هذا الموضوع بشكل مستمر لكن نقل الحدث من ارض المعركه هو كان شغله اهل غزه لانهم هم الموجودين صحيح. على الارض نحن او كل حدا مناصر للقضيه المفروض نشارك بنقل الحدث من خلال منصاتنا طبعا نحن دايما بنقول علينا مسؤوليه لا تقل عن مسؤولية من موجود في الساحة العسكرية أو على الأرض بالجبهة الفعلية مسؤوليتنا كثير كبيرة ونحن بنعرف أنه هذه الجبهة هي كمان جبهة حرب يعني هي حرب إعلامية حرب وعي وهذا ما استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي بحرب غزة أن تصنعه في عنا تشكيل للوعي بشكل جديد اليوم شفناه بعد معركة طوفان الأقصى على مستوى الشباب وبس بدي ألفت هون لشغلة كتير مهمة بإحدى الصحف الإسرائيلية تحديداً جيرو زليم بوست من تقريبا يعني بعد فتره من بدايه الحرب خلينا يعني نقول بعد شهر تقريبا من بدايه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه عمل استطلاع للراي داخل الولايات المتحده الامريكيه وداخل جامعه هارفارد تحديدا وتبين انه غالبيه الشباب الامريكي يؤيد وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه يعتبر انه ما يحصل هو اباده جماعيه وانه الغالبيه يعني يقفون الى جانب الشعب الفلسطيني بهذه المعركه وهذا تحول كثير كبير وكثير خطير على مستوى يعني الاداره الامريكيه قراته بشكل خطير جدا حتى صار في محاولات لايقاف لا المسيرات داخل الجامعات وبعض الحشود اللي ظهروا ورفعوا شعارات ترفع لاول مره في الجامعات الامريكيه من البحر الى النهر اوقفوا الاباده الجماعيه حتى شعارات ضد كيان العدو ترفع لاول مره في الجامعات الامريكيه وهذا عدة يعني تحولا على مستوى الرأي العام العالمي زهراء نحكي يعني نحكي بس بأمريكا كيف إذا منقيس على الغرب, ككل ببريطانيا بلندن تحديدا عم نحكي عن ملايين خرجت على الأرض إلى الأرض لحتى تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بفعل ما صنعته وسائل التواصل الاجتماعي لكن احكينا عن نقطة نقل الأحداث بكل شفافية من أرض المعركة عم يعطونا الخبر نحن وهن عم ننشره على مستوى عالمي هون بصير في أثر اللي هو بلشنا نشوف ترجمته عبر هيدي المسيرات اللي بعد بعد 100 يوم ما عم توقف كل ما تحس انه بدها تتراجع الاصوات عم ترجع وسائل التواصل تجيش الجماهير حول العالم ما في كلل ما في ملل ما في تراجع فاذا هون في تشكيل راي عام صحيح. عالمي بفعل وسائل التواصل خلي الاجتماعي خلينا نشير انه نحن كنا عم نقول شو اللي عملته وسائل التواصل م. الاجتماعي وبلشنا بانه هي كانت ساحه لنقل الحدث بس كمان هي كانت عم تلعب دور مهم جدا على مستوى تصحيح الاخبار المضلله والكاذبه لحاول الاعلام الغربي ان يسوق لها ولا يزال يحاول حتى اليوم نحن بنعرف انه من بدايه معركه طوفان الاقصى كان الاحتلال الاسرائيلي يحتاج الى مبرر لشن عدوانه على قطاع غزه، فلم يكتفي بفكره انه ما قامت به المقاومه الفلسطينيه على مستوى المعركه، قام بترويج اكاذيب على مستوى انه المقاومه الفلسطينيه تقوم قامت بقتل الاطفال وقطع رؤوسهم، والسي ان ان يعني قامت بنشر هذا الخبر وبعض الوسائل الاعلام الغربيه وحاولت انه أن تقول أو تثبت إنه هذه أخبار مؤكدة السوشيال ميديا والإعلام التقليدي ولكن السوشيال ميديا بشكل أساسي قدر أن يلعب دور بتصحيح هذه الأخبار المضللة والكاذبة كان لهم بالمرصاد يعني وكشف صحيح. فضائح وفظائع هذا العدو صحيح وبالتالي كمان هذا دور مهم جدا لعبه الاعلام الحديث ومواقع التواصل ولا يزال يلعبه حتى اليوم لانه بعض الاعلام الغربي والاعلام الاسرائيلي والامريكي تحديدا عم بحاول ينشر اكاذيب على مستوى ما تقوم به المقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه على مستوى الشعب الفلسطيني والشعب الغزاوي على مستوى الراي العام العالم انه لم يتحول ولم يتغير وهذا الشيء غير صحيح اطلاقا وكما ذكرنا المسيرات تشهد ومواقع التواصل تشهد الفيديوهات عم النشر بالعالم الغربي يعني كلها دليل واضح على هذا الشيء، وخلينا نقول جنان انه ما يؤكد انه الاعلام الاسرائيلي آه يعني مأزوم اليوم على مستوى آه ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد ذلك اليوم صباحا بس يعني من ساعات قليله آه صحيفه هارتس الاسرائيليه نشرت تقرير مفصل كيف انه الاعلام الاسرائيلي خسر امام الحرب الاعلاميه مع المقاومه الفلسطينيه. ولتلافي هذه الخساره هلا من يعني مؤخرا قام كيان العدو بشراء منصه جديده على مواقع التواصل الاجتماعي للعب دور التاثير مجددا على العالم على العالم ككل والراي العام العالمي وهذا ان دل على شيء يدل على حاله تأزم التي يعيشها كيان العدو ليس فقط على المستوى العسكري والسياسي م -م. أيضا على المستوى الإعلامي لكن من خلال مواكبتك زهراء بنعرف أنك كمان مواكبة للشأن الإسرائيلي لاحظت أنه في عندهم هزيمة على الساحة الافتراضية وفي عنا نصر كمان على هيدا الجبهة هيدا ضروري كل عم بتابعونا اليوم يعرفوه كل الناس اللي ناشطين على السوشيال ميديا يعرفوا أنه انتصرنا كل حدا خسر حسابه يعرف أنه هو ربح نصر وصوته وصل ورفع صوت غزه واهل غزه وصلهم صوتهم لكل العالم ان هيدي المنصات صارت نقل للاحداث فضح العدو واكاذيبه تصحيح هيدي الاكاذيب وابراز الحقيقه وايضا تغيير الراي العام ومتابعه اذا بدك تفعيل دعم غزة حول العالم من خلال استنهاض الشعوب صحيح. لدعم غزة اليوم بعد 100 يوم يعني بلشنا بالأساليب اللي هي فيديوهات وبوستات وهاشتاجات وغيرها اليوم بعد ما صاروا 100 يوم على هذا العدوان كيف فينا نقيم حضورنا اليوم على المنصات خبرتيني أنه هم قالوا نحن انتصرنا كيف فينا نقيم قد في بعد هذا الزخم قد في ناس لا ملت قد في ناس استسلمت يمكن حتى من اهلنا بفلسطين عم بيقولوا نحن مثل ما تابعنا صح. مؤخرا بعض الناشطين. بطلنا ما بدنا نحط ولا نكون حاضرين لانه صوتنا ما عم يوصل صح. صحيح أه جنان يكفي ان نتابع الاعلام الغربي وبعض المقالات التي ترد بالصحف الاجنبيه البريطانيه والامريكيه تحديدا عم بحكي عن واشنطن بوست نيويورك تايمز الامريكيه بعض المواقع حتى أه على المواقع الالكترونيه بالاعلام الغربي بيكفي مه. بس نتابع عناوين هذه المقالات نعرف من خلالها مدى الخساره الفعليه التي مني بها الغرب على المستوى الاعلامي تجاه السرديه الحقيقيه والواقعيه التي اثبتتها المقاومه عبر جمهورها وعبر شعبها وعبر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يؤيد هذه القضيه ويؤيد المقاومه الفلسطينيه والمقاومه عموما كل العناوين تقريبا هلا اذا بتتابع بالاعلام الغربي هي عباره عن عد... يعني هيك اذا بدنا نعطي بشكل سريع حاولت جيب بعض العناوين حتى نكون دقيقين اول شيء تستعرض كيف ان وسائل الاعلام والصحف الامريكيه تحيزت بشده لاسرائيل منعت بعض المصطلحات من ان تظهر عبر وسائلها وقلبتها لمصطلحات تانية مثل موضوع الارهاب ووصم المقاومه بالارهاب هذا يعني الموضوع كان كثير واضح و ظاهر على وسائل الإعلام ولكن كيف بتقول انه هي فشلت بتقول انه كان اليوم بتقول انه المرافقه الاعلاميه للاباده الجماعيه في غزه أسقطتها الفيديوهات ومواقع التواصل الاجتماعي عبر نشر الحقيقة ونقلة للعالم تحكي عن مذبحة بحق الصحفيين وبتقول لو لم يكن الإعلام الغربي متألما من ما يحصل لما لاحق الصحفيين في قطاع غزة وحتى بجبهات المساندة وقتلهم عمدا لأنهم يقومون بإيصال الحقيقة والواقع إلى العالم هذا يمكن لحاله دليل صورة. لجنان على, على الخسارة التي مني بها الغرب على المستوى حتى يعني مش بس قتل الصحفيين، حتى اذا بدنا نطلع اليوم السي ان ان تعترف لاول مره بانه هي لا يمكنها ان تنشر تقريرا من دون الرقابه العسكريه الامريكيه والاسرائيليه على هذه التقارير، <applause> يعني لهالدرجه لحتى تشوفي كيف يعمل الاعلام الغربي، هيك بيشتغل الاعلام، لا يسمح بنشر اي تقرير من دون ما يراقبه بكل تفاصيله لانه يعتبر انه اي سقطه اعلاميه لخبر هتفضحهم ل... ستقوم يعني بتشويه الصوره على المستوى الغربي بشكل كبير وعلى مستوى جيش العدو وغيره وحتى اليوم بتشوفي انه في شهادات لجنود لجيش العدو منعت من النشر على على الاعلام وتحديدا على الاعلام الاسرائيلي لان تدين جيش الاحتلال وتدين كيان العدو هيدي اكيد فينا نستفيد منها على وسائل التواصل لانه قادرين ننشرها وهذا اللي صار صحيح. طبعا لكن بالشق الاول من الحوار زهراء من أكد أنه نحن كمناصرين لهذه القضية على الساحة الإعلامية وإدارة الحرب الإعلامية نحن ربحنا طبعًا. على جبهتنا الاعلاميه كاعلام فينا نقول كمان؟ لاول مره صنعت مواقع التواصل الاجتماعي تحول وخلينا نقول تحول اولي لانه ما نشوف كمان بعد نهايه ان شاء الله بس تنتهي الحرب كيف ستتبلور هيدا هيد التحول كيف بده يعني يترجم على الارض بس لاول مره نعم صنعت مواقع التواصل الاجتماعي تحولا على مستوى الراي العام العالمي وتغيرا تجاه القضيه الفلسطينيه وموقف الغرب من القضيه الفلسطينيه برجع بقول لك جنان كل السنوات الماضية كان عم يشتغلوا الغرب على طمس القضية الفلسطينية والعداء للشعب الفلسطيني سقطت كل هذه الجهود كل السنين الماضية وما دفع من أموال وما جرى تقديمه في هذا الإطار وفي هذا السبيل سقط واعيدت اعيد احياء القضيه الفلسطينيه بفعل معركه طوفان الاقصى وما صنعته مواقع التواصل الاجتماعي لكن السؤال الثاني قد ايه المواقع بكل الفعاليات اللي عم بتصير عليها عم بتاثر على تغيير مسار الاحداث اليوم بغزه اكيد عم تاثر اليوم مجرد ان تقوم دوله مثل جنوب افريقيا برفع دعوه ضد كيان العدو لجرائم يقوم بها العدو ترقى الى مستوى الاباده الجماعيه هذا جزء منه له علاقه بتاثير مواقع التواصل الاجتماعي على العالم يعني حتى هذه الدعوة كيف تم تداولها بوسائل الإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي، كمان أعطتها أهمية أكبر وأكبر وإن كانت هي بحد ذاتها طبعًا الدعوة مهمة جدًا وأساسية ولها تأثير كبير جدًا وتحصل لأول مرة، ولكن مع هيك مواقع التواصل ساهمت بإعطائها زخم أكبر و يعني إظهارها بشكل واضح الإحتفاء فيها ومتابعتها ومواكبتها بكل تفاصيلها هذا كمان جيّش الشعوب بشكل أكبر صحيح. وحفز اللي حتى باقيين يعني حتى عم تقولي انه كيف مواقع التواصل اليوم يكفي انه المقاومه ايضا تسير بهالتطور هيدا اللي له علاقه بالاعلام وتقوم بنشر فيديوهات م -م. لكيفيه القيام بضرب اليات لجنود العدو لبعض يعني تمركزات الاحتلال للكمائن التي تقام ضد هذا العدو داخل قطاع غزه مجرد نشر هذه الفيديوهات عبر الاعلام هيدا بحد ذاته حرب صحيح. من نوع اخر تماما و واعلان قدره على الصمود والاستمرار حقيقه ما يحصل داخل قطاع غزه جنان يعني اليوم كل من يحاول ان يقول انه انه اسرائيل تتقدم داخل في قطاع غزه وانه سيطرت على بعض المحاور وما الى ذلك من اخبار بنسمعها من بالاعلام الاسرائيلي تجي المقاومه الفلسطينيه من خلال فيديو واحد تكذب كل هذه الاخبار والاضاليل التي يحاول كيان العدو الترويج لها وتقوم بنقل الواقع والحقيقه نحن هون قدرنا انه نقتل هذا العدد هون قدرنا نعطو بهذه الاليات مع التاكيد على مسافه, مسافة صفر للفيديو يعني ما قدروا ولا فيديو العدو الاسرائيلي يكذبهم انه هم مفبركين هذا الفيديو حتى على مستوى, مستوى الجبهه الشماليه والحدود اللبنانيه مع فلسطين المحتله قديش حاول الاسرائيلي ان يخفي عدد قتلاه وانه يقول انه ما تقوم به المقاومه الاسلاميه في هذه الجبهه غير فعال جاءت ايضا فيديوهات المقاومه لتثبت انه هذا كذب ويحاول العدو الاسرائيلي التضليل على مستوى عدد قتلاه وعلى مستوى تاثير وفعاليه هذه الجبهه يعني كان هذا الموضوع واضح ايضا من خلال الاعلام لكن من خلال حوارنا معك زهراء بنرجع بنأكد من على اهميه وخطوره واساس هيدي الجبهه اليوم جبهه المنصات، منصات التواصل، ولكن ضروري نتوجه من خلالك لكل الناشطين على السوشيال ميديا وخاصه اهلنا بغزه، طبعا نحن بنقدر وضعهم وبنقدر ظروفهم وما في حدا يحكي ويحط حاله محلهم ولكن لكل حدا عم يحس حاله انه هو احبط من خلال السوشيال ميديا صوته ما عم يوصل ما حدا عم يتحرك وعم يبعد عن هيدي الجبهه شو بتقولي له من خلال هيدي المتابعه مثل ما قلتي يعني جنان نحن ما بنقدر لا نحط حالنا محل اهل قطاع غزه وما يعانونه وما يمرون به لاكثر من 100 يوم نتيجه هذا العدوان، بس بقدر اقول انه اللي قدروا يعملوه خلال ال يوم على المستوى الاعلامي كثير مهم وكثير اساسي، واللي عم بيقول انه انا بدي وقف نشر لانه ما وصل صوتي انا بقول له خلال 100 يوم مش وصل صوتك، عملت تحول على مستوى الراي العام العالمي، عملت تغير بالعالم على مستوى الدعم لهيدي القضيه، صح في تضحيات كثير كبيره، الحرب لا تزال مستمرة العدوان لا يزال مستمرا ولكن العدو الإسرائيلي قدر يلمس هذا التحول ومش بس أوجعته على المستوى العسكري بعدد قتلى وجرحى أوجعته أيضا على مستوى صورته بالعالم أوجعت الولايات المتحدة الأمريكية بمصداقيتها التي كانت تدعيها على مستوى الديمقراطية وعلى مستوى أنه هي تقف إلى جانب الشعب المظلوم اليوم اللي صار بيّن أنه الولايات المتحدة الأمريكية تكذب وتكذب وتكذب كما كيان العدو، والصوره الحقيقيه بينت وشعب غزه واهالي غزه هم الذين ساهموا في صنع هذه الصوره، كرمال هيك انا بقول لكل حدا اليوم ما بعرف اذا عم يقدر يسمعنا بغزه بس صوتك وكلمتك ووجودك وحضورك على مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من ضروره وانت كما الجندي في المقاومه الفلسطينيه تقاوم وتقوم بتبيان الحقائق وإظهار الحقائق للعالم طبعا صوتنا من لصوتك ونتمنى توصل هذه الرسالة لأهلنا بفلسطين ولكل داعم لهذه القضية وأنا بتخيل أنه يمكن أثر هذا الشيء اللي عم بيصير رح يبين أكثر مثل ما قلتي ويتبلور بعد النصر ان شاء, إن شاء الله. الله بعد انتهاء الحرب وحيشوفوا هذا الصوت اللي فكروه انه ما وصل قد ايه وصل وقد كان صدى على مدى العالم اجمع بنتشكر حضورك القيم شكرا. معلوماتك المهمه جدا ضيفتنا العزيزه الاعلاميه زهراء جوني شرفتينا ونورتينا شكرا جنان شكرا لك مشاهدينا مكملين ولكن بعد الفاصل اهلا وسهلا فيكم من جديد. الحكواتي يلتحق بعصر السوشيال ميديا ويحتل المنصات، فكيف طوع عروضه لتناسب هذا العصر؟ وما الذي خسره في سبيل ذلك؟ للحديث اكثر عن الموضوع ارحب بضيفتي في الاستوديو الحكواتيه والكاتبه الاستاذه سحر شحاده اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم ولكل المشاهدين اللي عم يسمعونا هلا، خلينا هيك يمكن بالبدايه نوجه تحيه لابطالنا بجنوب لبنان. وجه تحيه لأبطالنا صغار وكبار وشباب بغزه اللي عم بيقاوموا وعم بيقوموا من تحت الردم هن عم بيقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل طبعا تحيه ودعاء بالنصر ان شاء الله العاجل والقريب وطبعا هيدي التحيه برفقة جهد عم بنقوم فيه بكل المطارح ومن كل المنصات ومن كل المهام اذا بدك وكمان انضميتي يعني لهذا الجيش اللي عم بيحارب بغزه من منصتك اليوم حضرتك حكواتية ولكن صرت حاضرة على السوشيال ميديا خبرينا أكثر عن أهمية حضور الحكواتي اليوم على المنصات الافتراضية بداية إذا بدنا نحكي عن الحكايات والقصص الحكاية هي هذا الفن الأدبي الموروث والمتناقل سمعيا وبصريا عبر الاجيال نحن عم نحكي عن ما قبل يعني نحن من العصور خلينا نقول من العصر الحجري متواجده الحكايه ولكن ما كانت متواجدة بالشكل اللي أكيد نحن هلأ عم نشوفه كانت متواجدة فقط عبر الرسومات البصرية والرموز يكتبوا على الصخور باللغة السومرية وبعدين يعني علماء الأنتروبولوجيا خصوصا شهدوا وشافوا أنه هيدا مسار لأحداث لحبكه لشخصيات فعرفوا انه في خبريه عم تنقال بغض النظر انه بوقتها ما كان في مفرده الحكواتي، ما كان في حتى مفرده القصاص او الراوي او القاص اللي بعدين تجسدت هذه المفرده ولقيناها نحن بالحكواتي داخل المقاهي. مع تطور اكيد العصر من قلب المقاهي طلع ايضا الحكواتي وصار على المسارح خشبه صار فيه اله جمهور من الكبار والصغار قبل كان الجمهور فقط الرجال يعني هلا مم. يمكن الجمهور أحسن أكثر. تتوسع الجمهور أكثر. بعدين خصوصاً بجائحة الكورونا صار الحكواتي على مواقع التواصل. مم. خلينا نقول هون إنه نحن حولنا التهديد إلى فرصة. لا التهديد إلى فرصة لأنه دائماً الحكواتي بحاجة إلى جمهور مباشر عم يتفاعل معه. صحيح. جمهور مباشر هو يغذي هذه الحكاية. يغذي هذه الحكايه بالتغذيه الراجعه المباشره عم يتلقفها، حتى يكون يعني في هذا أنا... التفاعل اللي بخلي فيه سسبنس يعني تمام, تمام، يعني انا دائما بقول بالحكايات اخت جنان انا بتلقف التغذيه الراجعه من الحكايه مباشره بوقت الحكايه من من العيون يمكن بسمه العيون او لمعه العيون مع المشاهد او مع الجمهور انا بتلقفها مباشره فلان الحكوات هو دائما بحاجه لجمهور لقينا انه نحن بحاجه صار في حاجه لانه يتواجد على مواقع التواصل، كمان بحاجه انه يواكب العصر مم. ويواكب المحتوى الرقمي بظل كل هيدي خلينا نقول الثوره، الثوره الموجوده على مواقع التواصل، ثوره الفيديوهات، ثوره الصور البصريه اللي عاده ونحن هلا عم نشوف يعني, يعني في وشاهد... في فوضى بالمحتوى ببعض مم. الاحيان ضروري نعترف فيها ونضوي عليها، في فوضى مم. بالمحتوى الحاضر وفي جذب للاجيال صحيح. حاليا لبعض صحيح. المحتويات فضروري انه نحن صحيح. يعني نكون يمكن حاضرين يمكن يمكن بمحتوى حي نقطة الجذب ليه؟ لان الحكوات هو هيدا الفن دائما انا بسميه المحبب والجاذب، يعني نحن كبار انا على الصعيد الشخصي هلا مش لانه انا متعصبه للحكايه ولكن بانس بسماع القصص والحكايات، خليني حتى هيك هلا أقول اضافه نحن الامهات خصوصا حكاءات بالفطره، الجدات حكاءات بالفطره، كل يوم نحن قبل النوم خليني كمان اعطي تحفيز للاباء لانه كمان عم نشوف على مواقع التواصل على فكره انا عم شوفهم المحتوى اللي عم بيقدموه ايضا الاباء لقراءه وروايه القصص لاطفالهم، فبشكل العام بالاساس الحكايه هي موجوده مم. داخل كل منا، دائما انا بقول لكل منا حكايته، لكل منا هذه الحكايه شخصيه اللي هو يرويها بغض النظر عن البيئة الموجودة يعني عنده. الجمهور جاهز ليسمع الحكاية لأنه بحب هيدا الستيل ولكن فن الحكوات اللي مرتبط هيك بذهننا بموضوع كلاسيكي وشيء قديمة وهيك بتحسيه شوي شوي تقليدي مش كثير ايه تقليدي مش كتير حيشد جيلنا صح. اليوم صح. كيف خدمتك مم. وسائل التواصل وهيدي المنصات مم. حتى تصوبي اكثر على هيدي الناحيه؟ صحيح هو بصراحه ما بنخفي عليكم كان في تحدي بالاول، تحدي لانه مثل ما قلت بالبدايه الحكوات بحاجه الى جمهور، يعني انا بدي اطلع مثلا على الكاميرا يا الله في جمهور انا لازم اتفاعل معه متعودين انه بدنا نتفاعل حتى انه ممكن نسال نحن سؤال الجمهور بجاوب وبيقطش خلينا نقول الحكايه أو تفاعل الجمهور بيدخل مع الحكاية تلقائياً وبشكل عفوي. نحن اللي قدرنا نعمله إنه نوظف هذه الوسائل لحتى تحاكي وتخدم الحكاية. تخدم الحكاية خلينا أنا أقول الشعبية والمعاصرة. يعني نحن ما طلعنا من سمات الحكاية الشعبية أو خصائص الحكاية الشعبية اللي هي خلينا أكثر نقول المحتوى الشعبي، المحتوى الشعبي انا الحكايه الشعبيه مثل ما هي رجعت اعطت لها يمكن بعض الادوات التعبيريه لمسه مختلفه احسنت لمسه مختلفه لحتى تساهم اكثر بانتشارها على مواقع التواصل مم. خلينا اكثر كمان نقول الحكايات مثلا الفيديوهات اللي بتنزل على الانستغرام بطبيعه الحال هي مختلفه رح تكون على الفيديوهات مثلا اللي بتنزل على اليوتيوب طبعا في مراعاه للوقت مراعاه للوقت ومراعاه حتى لكيفيه العرض م -م. فهو كلهم مثلا نحنا من قبل ما كنا عم ناخذهم بعين الاعتبار اخذناهم هلا بعين الاعتبار ووظفنا هذه الادوات واشتغلنا على الحكايه على أن تكون أداة تأثير وإقناع طوعنا الحكاية حنشوف نموذج من الفيديوهات اللي عم تكون حاضرة على منصتك وعم بتابعوها أكيد سلام ورحمة واليوم خليني أهدي قصة عندما ضحكت الشمس لكل أطفال غزة لكل أطفال غزة صامدين لكل طفل تيتم بفعل الحرب ولكل طفل اليوم مشتاق لامه لبيه ولاهله ولكل طفل مشتاق ليسمع صوت اهله هن عم بيقولوا له كان يا ما كان خليني اهديهم بعض من جمل هالقصه. كان يا ما كان حكايتي بتقول فجأة اقترب مني ملاك ابيض بجناحيه الدافئتين ابتسم لي فرددت له الابتسامه بعشر ابتسامات كان وجهه مالوفا ابيض ناصعا حملني في قلبه نحو البحار والسهول والجبال يزداد المكان جمالا يا لذاك الملاك ما اجمله غفوت سريعا باطمئنان الى ان ايقظتني صباحا تهليلات الغيوم يعني اللمسة هيك حطيت إصبعك على الجرح ببداية هذا الفيديو <applause> وجهتيها لأهل غزة ولكن أنت بنفس الوقت دقرت كل حدا فينا <applause> لفت نظر الأطفال اللي <applause> يعني حيسمعوا قصتك أنه في أطفال اليوم ما عندهم أهل يقروا لهم القصة قدي <applause> استخدمت المنصة فن الحكواتي بدعم قضية غزة صحيح <applause> 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 هي بصراحة هيدي القصص خصوصاً نحن توجهنا إلهم لابناء الشهداء ف كنت هيك عم فكر وهون اذا بلاحظوا المشاهدين انه انا من قلب البيت صورت يعني عبر هاتفي ما كان في عرض حكواتي احسنتي ما كان في عرض حكواتي ما كان يمكن حتى في ادوات يمكن انا حاطه البروجيكتر الاضاءه الادوات اللي عاده نحن بنستخدمها ولكن انا شعرت عن جد بالمسؤوليه تجاه اطفال غزه وقتها قلت بالبدايه انه انا اهديتهم بوقتها لاولاد وعوائل الشهداء، خليني انا اليوم اهديهم لاطفال غزه. خذ الاطفال اللي هن حرموا يمكن انا بالنسبه الي بوقتها يعني قلت حرموا من حكايه قبل النوم بشكلها البسيط، هني هلا حرموا من الاكل والشرب، حرموا من ابسط ادوات العيش، فما بالنا بالحكايه، ما بالنا بالعطف وبالحنان، ما بالنا بالام والاب احسنتي يعني انا بلحظتها يمكن كنت هذا الشعور اللي عم فكر فيه انه يمكن حرموا انه حدا يقول لهم كان يا مكان حرموا من هيدا الحدا حرموا من الاب والام فشعرت انا صدقا صدقا انه انا عم اقول لهم للحكايه انا عم كون امهم انا عم كون بين شعرت انه انا حتى بعد ما قبل ما اقولها لهيدي الحكايه وما وما بعدها كثير بقيت هيك بمشاعر معنويه وعاطفيه خصوصا امام الفيديوهات اللي نحن عم نحضرهم للاسف فهلا هاد المجازر يعني لكل حدا عم بتابع الفيديو أحسنت وحيقول إنه هلا مش وقت إنه نحن نتأسف ما في حكاية هو أساس الفيديو رسالة مختلفة أساس الفيديو والحكاية هي رسالة لما نحنا نحط الحكاية هي رسالة فهي بتبتعد عن مهمتها الوظيفية هي بتصير رسالتها إنه توصل قيم إنه تدعم القضية نحنا بغض النظر كحكاوتيين نحنا كإنسان كيف بدنا نحط بيوم من الأيام راسنا على المخدة ونحن بدنا نقول ما قدرنا ندعم القضية نحن بندعمها بالألم بالكلمة بالحكاية بالقصة إذا مش قادرين نكون على جبهات على المواقع بالعسكر أنا سميتها إذا لاحظتوا هون جبهة ثقافية وبقيت أنا أحط هذا الهاشتاج لكل أعمالنا الحالية أنه نحن في عنا جبهة ثقافية هي داعمة للقضية لكان هذا الفيديو موجه مم. رساليا مم. لاهلنا بفلسطين ولكن هو بيفتح باب بقلب كل حدا عم بشوفه انه في اطفال مم. عم يحرموا اليوم من صح. امهم وبيهم من نومتهم الطبيعيه من مم. الاكل والشرب وغيره ولكن مم. الرساله الاساسيه انه نحط مم. الايد على الجرح أحسن. ونقول في ناس في اطفال مم. عم ينقتلوا اهلهم صح. وعم ينقتلوا هن كمان صح صح. بلا ما ويمكن وخلينا نقول هيدي الرساله كمان اجت انه نحن كلنا على مواقعنا قادرين نسخر هذه الصفحات بطريقه غير القضية. مباشره احسنت لدعم القضيه بطريقه غير مباشره وبالاسلوب الجاذب والمحبب والاكثر تاثيرا واقناعا نحن هلا للاسف قدام الحرب الاعلاميه المضلله نحن بحاجه لاساليب جاذبه اساليب محببه اساليب تجذب الكبار والصغار فهون بيجي دور الحكايه اكثر لان الحكايه هي اكثر اداه جاذب ومعبر تصل ما بين الوجدان والعاطفة <applause> هون إذا لاحظنا نحن بالفيديو هو كتير يلامس الوجدان <applause> ويلامس العاطفة فالحكاية بتجي لحتى مثل قلت تحط هيك تصب دغري مباشرة على الجرح ونقول إنه نحنا كلنا كأفراد نحن قادرين نسخر هذه الصفحات ونسخر هيدي يمكن المواقع بمجالنا بتخصصنا لأن تدعم القضية إن شاء الله إن شاء الله يعني طبعا شفنا جهودك من بداية الحرب لليوم بمواكبة هيدي الحرب وهيدا العدوان بكل ما اوتيت من يا رب. سبل يعني عبر المنصات وهون بتجي كمان ضروره انه هيدا الفن م. يواكب الحدث أحسنت. يعني نحن عم نحكي حكواتي مش م. يعني حنحكي قصص م. قديمه صح. من العصور القديمه هيدا المتعارف عليها م. هو كيف قد بده يكون فلكسبل هيدا الشخص الحكواتي ويستثمر كل شيء عم بصير ويصيغه بهذه الطريقه صح صح خصوصا انه متعارف سابقا ان الحكواتي هو كل شيء قديم انه الطربوش واللبس هيدا الحكوات التقليدي اللي نحن بنعززه ونحن بندعمه وبالعكس نحن واجبنا بالحكايه حفظ التراث لان م. الحكايه هي جزء من هيدا التراث اللي هو عم بيحاول هلا العدو يقطعه او يخليه هذا التراث هو فيارة. كمان جزء من هويتنا أحسنتي. ومفروض يبقى حاضر بقوه ولكن ضروري يكون عم يتماهى عم مع, مع الحداثه احسنتي عم مع العصر هون ضروري نسالك قديم مواكبتك للاحداث، قديه تطويعك لهيدي الحكاية استعملتي فيها اساليب او اشياء جديده اضطريتي انك تستخدميها، شو هي الامور اللي استفدتي منها حتى تصير مم. الحكايه من الحكواتي مواكبه للعصر مم. ولكن حامله للتراث ولا التقليد مم. ولا الثقافه والهويه يعني بكل هيدي الصوره. خلينا نقول انه نحن استخدمنا الوسائل اللي يمكن الاعلاميه سخرناها للحكايه يعني هلا مثلا من جديد حطوا خاصيه يمكن ما صار لكتير زمان على الريل اللي بينزل على الانستغرام بموضوع استطلاع الراي فنحن قادرين باستطلاع الراي نسال سؤال اختبار معين نترك ونعمل هيدا التفاعل ما بين الحكواتي اللي هو كان قبل يمكن او او بالاحرى هلا كان عم يفتقد التواصل المباشر مع الجمهور وما بين هلا الجمهور اللي هو خلف الشاشات يعني هو عم يحضر الحكايه خلف الشاشات وبالمقابل في عنده قدامه تغذيه كتير كبيره بصريه، م. عنده الفيديوهات، عنده التلفزيون، عنده ال... عنده يمكن الافلام، خصوصا اذا عم نحكي نحن للصغار، عنده الالعاب الالكترونيه، رحي. فنحن بحاجه دائما لاي وسيله مرغبه اضافيه خلينا اكثر كمان نقول بحاجه لحتى نكثف بتوازن ادائنا وندعم ادائنا وندعم نفس المحتوى، يعني انا مثلا كثير بحاول حافظ على النص اللي بدي اقوله بالحكايه، يعني ممكن هلا نحن نلاقي نصوص موجوده على مواقع التواصل، موجوده على جوجل، انا بحرص على كتابتها، مم. ليه؟ لحتى المستمع او المشاهد يكون عم يحضر شيء جديد ما يكون في شيء متكرر فانا بتل... بتلقائيا بنفره, أف... بنفره هو تلقائيا بده يرجع يحضره من اول وجديد فبقول ما انا هيدا حضرته او ما انا سامعه بده يكون في فهيدا بيعطينا جهد اضافي انه نحنا نكتب الحكايه خلينا نقول نكتب هيدا المحتوى الرقمي اللي هو على شكل حكايه لحتى نقدم شيء جديد صياغتها على الطريقه الرقميه يعني أحسنت. حنشوف كمان نموذج من القصص اللي عم بتقدميها على بتقول بالوقت المظلوم أخذ حقه والعبيد عرفوا شو يعني طعم الحرية والبنات صار عندهم قدر وقيمة بالوقت رب الكعبة حماها من جيش أبرهة الكبير بعامل فيل ومثل ما الله حما بيته الصغير صار الوقت أنه يحمي بيته الكبير في قلوب الناس وهون كانت ولادة النور الأعظم نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يتيم الأب والأم والجد لقبل كل البشرية هيدا حبيبنا خاتم المرسلين اللي علمنا أنه الجار قبل الدار أنه الصدقة بتدفع البلا وأنه قوتنا بوحدتنا أنه ديننا هويتنا بهالمناسبة العظيمة أكيد لازم نحتفل ونفرح احتفالنا الحقيقي لما نمتثل باخلاق نبينا يعني كأهل سحر عم نعاني وعم يطلع صوت، يعني عم تابع انه في اصوات عم بتقول بدنا محتوى للاطفال قيم على السوشيال ميديا، بدنا نسمع اولادنا قصص بتشبهنا، بدنا نحضر اولادنا قصص بتشبهنا عم نشوف انه عم بتقدمي عرض للاطفال بحاكي بيئتنا، بحاكي ديننا، قيمنا، مم. والحلو سحر انه عادة لما بتعملي عرض مم. بالميدان بيكون في عندك جمهور، صحيح. ولكن على السوشيال ميديا بيكون في عندك جمهور واسع، صحيح. يعني محلي وعالمي، قد ايه هيدا الشيء كمان مهم بانتشار فن الحكواتي صحيح. واستمراريته طالما هو دائما مهدد انه يختفي يندثر آه، هيدا مهم وبنفس الوقت بيحملنا تحديات اضافيه، تحديات يعني هلا انا اول مثلا ما يسالوني الجهات عن نشاط دغري انا بسالهم مين الفئه المحدده اعمارهم، نحن هون عم نحاكي آه، اعمار متنوعه فانا بصير بطبيعه الحال تحضيري للحكايه هي تحضير عام بيفهمها الصغير وبيستانس بسماعها الكبير، خصوصا لما عم نحكي عن قيم تربويه ومفاهيم نحن من بيئتنا بحاجة أنه نضوي عليها قدام للأسف الغزو الثقافي مم. والتحديات الكبيرة على على أجيالنا ما فينا نخفي أخت جنان أنه نحن هلأ ببيوتنا كل طفل في بإيده هاتف ذكي صحيح. كل طفل أنا كثير بسمعها حتى من الأمهات أنه نحن سحر طيب كيف بدنا نجذبهم للحكاية أو نخليهم حتى يحملوا القصة الورقية وهو كل الوقت على الألعاب الإلكترونية وعلى الايباد بقول لهم دائما دائما لازم يكون في ركيزه اساسيه بالبيت الحكايه وهلا يمكن هيك عبر منبركم بنوجهها للاهل الحكايه لا تتكامل دورها الا مع تكامل المحيط المجتمع والاهل م. فنحن بحاجه دائما لهذا التكامل والترابط والدعم من الاهل الدعم نحن على فكره عم نشوفه ويمكن هيك مذكورين دائما الاهل اللي بيجيبوا اولادهم على الحكايات ولكن داخل البيوت، داخل المنازل، نحن بحاجه يعني انا اول سؤال بساله انتم عم تقروا قدام اولادكم يا ما فرجينا نحن اصلا حباسين مثل التربيه بالقدوه، لما نحكي التربيه نحنا بالقدوه فبطبيعه الحال الطفل رح يتماهى مع والدته، رح يتماهى مع والده، رح يتماهى مع, مع اخوته الكبار، لما نجمع نحن اولادنا بقلب بيوتنا لهيك جلسه انيسه، سموها اللي بدكم سموها حكواتي سموها قراءة قصص نحن تلقائيا عم نعمل لهم روتين يومي لي... ليكونوا محبب عندهم هذه القراءة لما يحبوا القراءة داخل البيت فهن تلقائيا رح يسألوا عن الأنشطة التفاعلية أو رح ينجذبوا لما يشوفوا فيديو هو فيه بقلبه حكاية لكن رسالتك للاهل بنتمنى تكون وصلت ويتحمسوا ويحسوا بالاندفاع لأي حكايه كانت ورقيه او حتى عبر السوشيال ميديا ومن خلال حوارنا معك مم. لاحظنا انه الحكواتي بنقلته على السوشيال ميديا مم. ما خسر الجمهور لانه في عنا ادوات مساعده عم تستخدموها بذكاء وبمهاره ان كان متابعه التعليقات او الاسئله اللي عم تطرحوها على, على الستوري وغيرها فهذا الشيء بيطمننا على الفن تحيه كبيره لهذا الجهد اللي عم بتقدمين كان بدعم القضايا اللي بتهمنا القضايا المصيرية وأيضا إن كان بنشر المحتوى القيم اللي نحن اليوم بحاجة له كأهل وكمان أطفال نتشكر قيمتك وحضورك على السوشيال ميديا الله يسلمكم يا رب وخلينا هيك يمكن نختمها إنه إن شاء الله هذه الحكايات هذه الحكايات نحملها من قلوبنا لأطفال غزة ولكمان الأبطال المقاومين ومنحكي قريبا جدا حكايات النصر وان شاء الله بنحكي هذه الحكايات تحت كبة القدس قريبا يا رب العالمين ان شاء الله وبتكون من تاليفك يعني حضرتك كاتبه وحكواتيه وبانتظار القصه تكتبيها وهيدي مسؤوليه هلا حطيناها على عاتقك نتشكر رب. حضورك القيم معنا الكاتبه والحكواتيه الاستاذه سحر شحادي شرفتينا اهلا بكم اهلا بكم, بكم, بكم مشاهدينا وصلنا نحن وياكم لختام حلقتنا بنشوفكم بحلقه جديده الى اللقاء